انا معي على الهاتف الاستاذ هشام عكاشة، رئيس مجلس اداره البنك الاهلي. مساء الخير يا استاذ هشام. اهلا، مساء الخير. مجموعة بعتقد اليوم مهم جدا، بالذات بالنسبه لكل القطاع المصرفي، وبالذات بالنسبه للبنوك العامه الحقيقه، بالنسبة للقطاع المصرفي ككل الحقيقة، مش بس ككل البنوك العامة بس البنك الاهلي بالذات، لان هو يعني اظن ان هو هيكون القائد بقى في هذه العمليه، ولا ايه؟ لا، والحمد لله كلنا، حضرتك معاك الزملاء من البنوك التانية برضو استاذ يحيى. يعني لا، هو كل البنوك شغالة في الموضوع ده، وافتكر احنا شايفين الاسعار بتتحرك خلال اليوم، في بنوك طلعت شوية وبعد كده انخفضت تاني، وده شيء طبيعي خلال اول يوم يعني، ولكن الحصائل في تنازلات كبيرة حصلت الحمد لله النهاردة. لسه كنت بسأل الأساتذة عن الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، الناس شايفة ان الفرق كبير، هل نتوقع الفرق ده يقل في الفترة اللي جاية؟ طبعا، هي النهارده كان اول يوم، اول ما ابتدينا بال 13 اللي هو كان سعر الاسترشادي 13 جنيه للدولار مع ال 10% زائد او ناقص، وبعد العطلة بتاع ساعه، العطاء ساعه واحده، اتغيرت الاسعار وحصل بعض التغيرات، وشفنا بعض البنوك زودت اكتر وبعد كده انخفضت، بعض البنوك زودت حاجات بسيطه، فده اول يوم، فهيحصل استقرار وهينخفض الهامش اللي هو ما بين البيع والشراء في الفترة القادمة. كل ده هي تجربة جديدة على البنوك اللي في مصر، أول مرة تحصل موضوع تحرير سعر صرف بهذا الشكل، فبالتالي هي بس البنوك بتتأقلم على الوضع الجديد. أعتقد عندكم شركة صرافة لا لا، لسه بينشئوا شركة يعني صرافة. ستنشأ، خدتوا بالظبط، احنا اخذنا قرار ان احنا نعمل شركة صرافة، احنا بقالنا فترة ماشيين إيه في الاجراءات أهمية ده يا بتاعتها أستاذ وماشيين في عكاشة؟ اجراءات التسجيل بتاعها، وده في اطار اكتمال منظومة الخدمات المالية للبنك الاهلي. احنا عندنا زي ما حضرتك تعرفي، عندنا شركة تمويل عقاري، وعندنا شركة تأجير تمويلي، وعندنا شركة الزراعة الاستثمارية للبنك، فشركة الصرافة هتكمل منظومة الخدمات، وبرضه أستاذ التريبي موجود، يعني احنا من غير شوية من بنك مصر عندهم شركة صرافة، فقلنا احنا برضه اديها لك شركة صرافة. اديها لك يا سوم، ممكن نشتريها منك ما تغلاش عليكم. لا والله، بس معلش سؤالي يا اساتذه عشان احاول افهم، شركة صرافة يعني، لا يعني عاوز اقول لحضرتك هل حاجة، مش كنا سيبنا الصرافة للصرافة لا لا، على فكرة شركة الصرافة دي من زمان بنك مصر، يعني احنا ما انشأناهاش حاليا، الشركة دي موجودة نملك فيها حصة حاكمة، فبالعكس زي ما شرح الاستاذ هشام، دي بتكمل شركات كثيره، يعني تاجير تمويلي، تمويل عقاري، ده انشطه تخص القطاع المصرفي. سعر الفايده على في بعد اذن حضرتك برضو في نقطه، ان ساعات العمل بتاعت البنوك، الزملاء اللي بيشتغلوا في الفروع والزملاء كلنا بنشتغل في المركز الرئيسي وهكذا، ليها مواعيد عمل محدده. شركات الصرافه بتساعد ان احنا نمتد بساعات العمل لفتره اطول، يعني احنا اخذنا القرار وفقا للتصريح من البنك المركزي ان احنا ممكن نشتغل في البنوك لحد الساعه 9 مساء في خدمات بيع وشراء عمله. ولكن وجود شركه صرافه، وده المجال الاساسي بتاع شركات الصرافه، لان شركات الصرافه جزء مكمل من منظومه الخدمات الماليه، لانها يعني لو حضرتك مسافره ومحتاجه تشتري 500 دولار او 500 يورو، تقدري تنزلي شركه الصرافه اللي بجانبكم بدل ما تروحي البنك تشتري منه. هل هيتم جزء رفع مكمل يعني. اتفضل. هل هيتم رفع سعر الفايده على السندات الخزانه واذون الخزانه بنفس المعدلات ولا ايه؟ ده البنك المركزي وزاره الماليه. لا، هو العطل النهارده بتاع الاذون برضو الاسعار كانت بتروح في ال 15 16 بعد استبعاد الضريبه، ولكن هو برضو حسب السيوله، حضرتك ما تنسيش ان في معدل سيوله عالي برضو موجود في البنوك، فممكن تأثير السعر على الخزانة ما يبقاش بنفس الارتفاع. وطبعا الزملاء شرحوا أكيد موضوع الشهادات اللي صدرت اللي هي 3 سنين وال 18 شهر، فدي برضو عشان نحافظ على الجنيه المصري كمخزن قيمة للمودعين في ضوء تعديل سعر الإيداع والإقراض للبنك المركزي. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.